العراق، حيث تعاني المستشفيات العراقية الحكومية للشهر الثاني على التوالي من شح الأدوية ومواد التخدير بعد تحولها إلى نظام التمويل الذاتي بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. ويشبه عدد من المرضى العراقيين المستشفيات بمعبر لترانزيت من الحياة صوب المقابر بسبب قلة الأدوية وعدم توفر الخدمات. نواب وعاملون في عدد من المشافي حذروا من خطورة الموقف ودعوا إلى ضرورة توفير المواد المخدرة اللازمة للعمليات الجراحية بعد تقليص وزارة الصحة الكميات المجهزة للدوائر بسبب التقشف المالي. معي للحديث حول هذا الموضوع الحقوقي في العراق الناشط الحقوقي العراقي محمد أحمد عبد العزيز الجميلي. عفوا سيد عبد العزيز الجميلي، أرحب بك في هذه الحلقة من حقوق الناس. هذه الأزمة التي تهدد قطاع حيوي لأي دولة في العالم، أي حكومة من أبسط أولوياتها أن تؤمن المشافي، تؤمن الطبابة والتعليم. برأيك ما مسؤولية الحكومة العراقية تحديدا في هذه الأزمة لشح الأدوية ومواد التخدير في المشافي؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، يعني هذه ليست هي المشكلة الوحيدة والتقصير الوحيد للأسف الشديد عند الحكومة العراقية، ولكن بما أنه يعني الغذاء والدواء هما أهم عنصران في حياة الإنسان ومن أوجب الواجبات على الحكومة أن توفر ذلك، لذلك فإن أي تقصير في هذين الجانبين هو يعني لا يمكن أن يعتبر تقصير غير متعمد، وإنما متعمد حتى وإن لم تتعمد، لأنه يعني ثروات هذا البلد يجب أن توظف لخدمة المواطن وللمحافظة على حقوقه، والجانب الصحي والطبي هو يعني من أوجب الواجبات. لذلك هذا التقصير لا يأتي يعني أو لا لم يكن مفاجئا، ف ما مر به العراق من حصار قبل الاحتلال، ثم بعد ذلك جاء الاحتلال وهدم البنية التحتية، وجاء الشركات جاءت بأدوية فاسدة ومنتهية الصلاح وما إلى ذلك، ولكن الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لم يعني تعير أي اهتمام لهذه الجوانب، واستمر الأمر من فساد إداري وفساد مالي. تقول إنها تحولت في الجانب الصحي، في الجانب الصحي فالحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة، ولا يمكن أن يسقط هذا الحق. طيب، ولكن الحكومة، اسمح لي سيد عبد العزيز الجميلي، تقول بأنها تحولت إلى نظام التمويل الذاتي، يعني هل هنا أي مسؤولية يمكن أن تلقى على عاتق المشافي العراقية؟ أي تمويل ذاتي؟ الحكومة مسؤولية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن صحة المواطن، فإذا رأت أن التمويل الذاتي لا يفي بحق المواطن في صحته يجب أن تتدخل ولا تدأ الحبل على الغارب. هذا لا يبرر لها أنها قالت تمويل ذاتي. لماذا التمويل ذاتي؟ هل العراق هو يعني ثرواته قليلة حتى يعني تلجأ ما المقصود ذلك؟ سيد الجميلي، ما الذي تفهمه من التمويل الذاتي وماذا تقصد الحكومة العراقية من ذلك؟ يعني هل على المشافي أن تجمع الأموال هي لتمويل خدماتها الطبية؟ نعم، هو موجود في كل الدول هنالك مشافي أهلية، ولكن يعني لما ترى حكومة أي بلد بأن هذه المشافي لا تفي بحق المواطن في الحياة الصحية يجب عليها أن تتدخل وتبع القوانين وتبع الضوابط، فالحكومة العراقية لم تفعل ذلك، بل أن يعني حتى في المشافي الحكومية هي لا تتابع متابعة حقيقية، وهنالك أدوية فاسدة اكسباير نتيجة المستوردين الفاسدين ونتيجة الكومشنات وغير ذلك، فالحكومة لا تعفى من هذه المسؤولية أبدا. الأطباء الذين يعملون في المشافي الحكومية أكدوا وجود نقص حقيقي في أدوية التخدير،
وأنهم يواجهون صعوبة عند إجراء العمليات الكبرى والصغرى لأن وزارة الصحة قللت كميات هذه المواد. ماذا يعني ذلك بالنسبة للعمليات التي الجراحية التي تقوم بها هذه المشافي؟ طبعا بالتأكيد سيضر بالمواطن يعني في مسألة المواد التخدير وغيرها، لكنه هو من مسؤول؟ هل هو الطبيب أم صاحب المشفى الأهلي هو المسؤول؟ يعني غير الحكومة حق، هل المواطن حقه على أهل المشافي الأهلية أم على الأطباء أم على الحكومة؟ الحكومة هي المسؤولة مباشرة عن المواطن. فإذا يعني لما وزارة الصحة لا تعطي حقن التخدير كافية، معناتها هي المقصرة، والرئاسة الحكومة هي مسؤولية عن هذا هي مسؤولة عن هذا التقصير. ولذلك يعني نحن من خلال قناتكم نطلب من الحكومة أن يعني تهتم بهذا الجانب، لأنه جانب إنساني وحق واجب عليها وليس متفضلة في أن تقوم بذلك. طيب سيد الجميلي، الآن هل الحكومة العراقية تميز بين مشافي حكومية ومشافي أخرى عند في تنفيذها لسياسة التقشف؟ لا، سياسة التقشف لا تكون على حساب المواطن. المواطن ينبغي أن يأخذ حقه كاملا، لأن ثروات البلد العراق هي ليست قليلة، وإنما تركت للسراق وللفاسدين. لا، أنا ما أقصد يعني سيد الجميلي، ما أقصد هل هناك مساواة في التقشف على كل المشافي الحكومة العراقية، أم أن الحكومة تنفذ هذه السياسة على مشافي دون غيرها؟ يعني لا أفهم لماذا هذا التقشف على حساب صحة المواطن، يعني ولماذا هذا التساوي؟ يعني هل حياة المواطن هكذا سهلة بالنسبة للحكومة حتى تعمل تقشف على صحته؟ هذا لا يجوز، وبأي مقياس من المقاييس لا يمكن أن يكون. نعم يعني تتقشف في جوانب أخرى، أما تتقشف على حساب صحة المواطن هذا لا يجوز أبدا ولا تعذر عنه نهائيا. هل للحكومة أي عذر في العمليات العسكرية التي تقوم بها وتكاليفها الباهظة والوضع الأمني الخطير في العراق في تنفيذ هذه السياسة؟ والله يعني ماذا أقول لك، يعني هو هذه مسألة فيها تفاصيل كثيرة، لكن يعني هنالك أولويات يجب على الحكومة أو الحكومات أن ترتبها وترى الضروريات. فصحة المواطن من أشد الضروريات، أما العمليات العسكرية فهنالك معلوم كيف يعني حدثت، يعني خلينا نقول سيطرة الخلايا أو الفصائل الإرهابية كيف يعني سيطرت، وكيف انسحبت القوات النظامية، وما هي الخسائر، ثم بعد ذلك ما تقوم به من عمليات تحرير، يعني أظنه شيء خاضع للأصول الصحيحة لهذا الجانب. عبد العزيز الجميلي المتحدث باسم الائتلاف القانوني لأجل العراق، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.